إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون الكرام، إن قلوبنا ظمأ وأفئدتنا وأكبادنا حرا تشتاق إلى غيث المعرفة والتوحيد والإيمان، وأن تكون مندرجة حقا في طيات عباد الرحمن، لا سيما عند حدوث القضايا المهمة والفتن والأنباء المدلهمة التي في حقيقتها إذا عمت أعمت، ولا ينجو الناجي عند الأعاصير المتضمنة للنار المحرقة إلا من لاذ بحمى الله وآوى إلى جنابه، فأو إلى الكهف ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ولم يأتي ترتيب الكفاية على عبادة من العبادات إلا في عبادة التوكل، فإنه من أعلى مقامات التوحيد وأجلها، لأنه يتضمن تفويض الأمر والبراءة من الحول والقوة
فيصبح بتلك الحال القولية والقلبية وليا من أولياء الله، ينطلق بفؤاده من العالم الأرضي فضلا عن العالم الترابي إلى الملأ الأعلى، لا معتمدا على الملائكة أيا كانت مراتبهم، وإنما ينتقل إلى ما هو أعلى، ولا إلى أعظم المخلوقات على الإطلاق وهو العرش المجيد، كلا ولا، ولكنه يعتمد ويعتقد ويوحد ويرحل بقلبه وفؤاده لينطرح بين يدي ربه، فالقلب ساجد والبدن ساجد والناصية بيد من قال عن نفسه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ثم إن شاء، وليته يفعل، فإن فعل نال ما أمل، فينظر بقلبه وعين بصيرته إلى ما دونه من المخلوقات ليجدها مربوبة، مخلوقة، مدبرة، مقهورة، مسيرة، تسبح في أفلاكها بأمر الله، وتسير في مساراتها ومطالعها ومغاربها، وفي حال اختفائها وظهورها يرى الآيات الباهرات. إن آيات ربنا بينات ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور. ثم يجل النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، فمن اعتقد ذاك في تلك المخلوقات وحد ربه داعيا وقائلا مناديا ومفوضا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدي. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم،
قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن، أي في مواصلة مسيرها بطلوعها من مشرقها، فإن أذن لها طلعت من مشرقها، وإن لم يؤذن لها قيل لها ارجعي أي من مغربك، فعند ذاك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. آن الأوان للقلوب في كل آن أن تعتصم بالرحمن وأن تتوجه بالقوالب والجوارح والأركان إلى الملك الديان سائلة منه التوفيق والهداية والرحمة والإعانة والحفظ والنصر والتأييد والتسديد. آن الأوان للقلوب أن تسجد ولا تطع أي مخلوق، وإنما سجودها لخالقها، كلا لا تطعه واسجد واقترب وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنه الله، إنه الإله الذي تتأله له القلوب وتتعبد، فهي والهة ومتعبدة لله. ولذا كان يقال في ترجمة بعض السلف له تأله، والإله هو المعبود وهو إله الآلهة لا إله سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إنه الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وغيره إن عبد فبباطل. هو الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما كما صح الحديث بذلك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المنزه عن جميع النقائص والعيوب، وتنزيهه يتضمن إثبات كمال الضد له، فيتنزه عن العجز لكمال قدرته وعلمه وقوته، ويتنزه عن الظلم لكمال عدله، ويتنزه عن النوم والسنة لكمال حياته وقيوميته. السلام المؤمن المهيمن العزيز الذي له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، ألا فقهر وملك وملك فقدر، ألا فقهر وبطن فخبر وملك فقدر، هو الحي القادر الجبار القاهر الذي لا يعتريه قصور ولا عجز ولا يعارضه فناء ولا موت ولا تعتريه سنة ولا نوم، ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت
له السلطان والقهر والخلق والأمر، السماوات مطويات بيمينه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود أن حضرا من أحبار يهود أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقبضهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ثم تلا تصديقا لقول الحبر قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، أي تعالى وتنزه عن كل من تعلق بسواه، مع أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكيف عدل عنه إلى غيره من قبر أو مقبور أو حجرة أو شجر أو مدر أو ميت أو كاهن أو عراف أو تميمة أو ناب أو محية أو كتاب، أو عدل إلى غيره معتقدا أن في هذا الكون من يدبره فيدفع أسقامه ويذهب أوباءه من أقطاب أو أوتاد أو نقبا أو نجبا أو أبدال، إن ذلك كله ليس كائن، وإنما الخلق فقراء إلى خالقهم في أول أمرهم وآخر أمرهم وظاهر أمرهم وباطن أمرهم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. إنه الله، والله الذي لا إله إلا هو، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إنه الله. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: قال ولهذا الاسم الشريف، إن لهذا الاسم الشريف الله عشر خصائص لفظية وساقها. قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد،
وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر، فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا اعتمد عليه ذليل إلا ألا أناله العز، ولا التجأ إليه فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا طريد ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات، وهو الاسم الذي تجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتغفر به الزلات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب الله، وبه أرسلت الرسل إنه الله، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد إنه الله، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء إنه الله، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه نصبت الموازين، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور إنه الله، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعيد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا، والخلق والأمر، فالخلق كله به وإليه ولأجله، فما وجد أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدأ منه ومنتهيا إليه، وذلك موجبه، وذلك موجبه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أو كما قال رحمه الله: إنه الله الذي قال عن نفسه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إنه الله الذي قال عن نفسه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنه الله الذي قال عن نفسه:
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إنه الله الذي قال عن نفسه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون إنه الله القائل عن نفسه وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إنه الله القائل عن نفسه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إنه الله القائل عن نفسه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ إنه الله الذي قال لكريمه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أي أول مؤمن زمانك إنه الله الذي قال عنه خليله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك والساعة حق اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك أنب وبك خاصم وإليك حاكم إنه الله الذي قال عنه نبيه اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما دري إنه الله الذي قال عنه نبيه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه إنه الله الذي قال عنه نبيه اللهم إنا عبيده بنو عبيده نواصينا بيده اللهم إنا عبيده بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا
مواصينا بيدك، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، إنه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، ويدرك حركة الذر في جو الهوى، ويعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفايات السرائر. خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته. إنه الله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. جاء في السلسلة الصحيحة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي آية أعظم، فقال له آية الكرسي، فقال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وهلموا معشر العباد الحاضر منكم والآت إلى التأمل في هذه الكلمات، ليعرف الإنسان ربه، وليعرف الإنسان نفسه وحجمه وقدره. أرأيتم عباد الله ما نسبة حجم هذا الإنسان إلى جبل؟ وهلموا إلى الجبل الذي عن شمالكم، جبل بعدا. لو أن أحدا منا وضع بجانب الجبل، كم نسبتي إلى هذا الجبل؟ هل أنا جزء من مليار جزء من هذا الجبل، أو أنا أقل؟ إن الإنسان أقل من هذا الجبل، فلو جمع مليار إنسان ما بلغوك الجبل في عرضه وارتفاعه واتساعه. إذن حجم هذا الإنسان إلى الجبل كنملة إلى إنسان. هذه النملة إذا تحدت هذا الإنسان وحاولت أن تعاديه وأن تناوئه وأن تؤذيه، سهل عليه أن يقتلها بأيسر ما يكون، برجله، بيده، بضربه، بربيه، بإصبعه، سهل. إذن حجم هذا الإنسان إلى الجبل كنملة إلى إنسان. انطلق معي الجبل الذي هو أعظم من الإنسان بعشرات المليارات، حجم هذا الجبل، دع الإنسان فإنه نملة إلى نسبة الجبل، دع هذه النملة، دع هذه القطرة، دع هذا الإنسان، وابدأ بقياس هذا الجبل بجبال الدنيا. لو جمعت جبال اليمن وقورن هذا الجبل بتلك الجبال كلها مجموعة، كم نسبة الجبل إلى تلك الجبال؟ كنسبة النملة إلى الإنسان، بل أصغر. إذن تضاءل الجبل، تضاءل الجبل. اجمع جبال اليمن إلى جبال الدنيا كلها وانظر، تتضاءل الجبال اليمنية كلها إلى جانب جبال الدنيا كلها، تتضاءل الجبال كلها. إذن دع الإنسان ودع الجبل ودع جبال اليمن وانتقل إلى جبال الدنيا. خذ هذه الدنيا كلها، برها وبحرها، لا تذكر النملة ولا تذكر هذا الإنسان، قد تلاشى نسبته إلى جبل، تلاشت
ومن باب أولى يتلاشى لو جمع إلى جبال اليمن، فنسبته لا تذكر ولا توزن. فإذا جمع نسبة هذا الإنسان إلى جبال الأرض كلها إنك تتكلم عن هباء منثور، بل سراب، عاد الإنسان كأنه سراب في هذا الكون بالنسبة إلى جبال الأرض. انتقل من الأرض كلها إلى السماوات، إنها أحد الكواكب السبعة المندرجة في هذا العالم، الشمس والقمر والمشتري وعطارد وزحل والزهرة والمريخ والأرض، كوكب من جملة الكواكب. دع هذا الكوكب وانظر إلى نسبته بالنسبة إلى السماوات، نسبة الأرض إلى السماوات، إن الأرض كلها بحارها ووهادها صحاريها براريها تتضاءل كأنها كرة في هذا الهواء بالنسبة للسماوات العلى. وإذا كنت في ليلة صافية رأيت الأجواء قد ملئت السماوات بالنجوم المتلألئة التي تحير العقول كثرة وعددا ولمعانا. أما إذا أتي بالمجاهر والميكروسكوبات المقربة التي تقرب الشيء 100,000 مرة إلى 500,000 مرة ونظرت في الفضاء وجدت عالما هائلا من الكواكب والنجوم والأفلاك يحار الخيال في هذا الكون الفائل الواسع التي تسبح فيه الأفلاك وتجري في مسارها، كل في فلك يسبحون. وإذا بهذا الكوكب الأرض إلى نسبة السماوات يتضاءل، ثم انتقل إلى السماوات السبع ودعك من الأرض ودعك من الجبال ودعك من الإنسان الهباء المنثور إلى نسبة السماوات السبع إلى العرش. إذا بالسماوات السبع الفيحاء الواسعة، وإنا لموسعون، كلها في الكرسي كحلقة ملقاة في فلا، سماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلا، الفلا الصحراء، وارمي في الصحراء قطعة دائرية ساعة أو حلقة ارمها ثم ارتفع إلى مكان عال وانظر إلى نسبة هذه الحلقة في داخل الفلا، تلاشت هذه الحلقة ولو ارتفعت أعلى ضاعت الحلقة ولم يبقى أمامك إلا الصحاري التي تبيد فيها البيت ويهلك فيها الذكي والبليد. انطلق من السماوات السبع التي هي حلقة ملقاة في الفلاة بالنسبة للكرسي، وانظر إلى الكرسي وحجمه إلى العرش، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. إذن الكرسي صار في العرش كحلقة ملقاة بفلاة. إذن دع الخلق كلهم وقارن بين أمرين، بين الإنسان وبين العرش، بين الإنسان وبين العرش، تضال هذا الإنسان وانمحى في هذا الكون قطرة متلاشية. دع العرش وانظر إلى قوة هذا المخلوق بالنسبة إلى قوة خالقه، وعظمة المخلوق الضئيل إلى عظمة خالقه، وعلمه إلى علمه، وقدرته إلى قدرته، وحياته إلى حياته، وسمعه إلى سمعه، وبصره إلى بصره، وعزته إلى عزته، وقدرته إلى قدرته، وسلطانه إلى سلطانه، وتدبيره إلى تدبيره. صار هذا الإنسان متلاشيا في هذا الكون. فيا أيها المخلوق الضئيل في هذا العالم الواسع، كيف نتجرأ على معصية الله الذي بيده نواصي العباد؟ وما قدر الله حق قدره، وقال جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، كيف نتجرأ على معصيته؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن علم هذا الإنسان أنه ضعيف أمام المخلوقات، فكيف أمام خالقه؟
وتتحقق المعاني القرآنية عند قوله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فإذا استشعر أحدنا ضعفه وقلته وصغاره وذنبه وإجرابه أمام عظمة الله الذي خضعت له الأكوان تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا نظرنا إلى هذه الأكوان العلوية والسفلية وجدنا هذا العالم كله في دوي وزجر من تسبيح الخالق يا جبال أوبي معه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لو كشفت لنا الحقائق الكونية لرأينا لهذا الكون زجلا ودويا قد ملأ الأرجاء ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكرم. الآية إذن أخبر أن المخلوقات كلها ساجدة إلا كثير من بني آدم قال وكثير من الناس وكثير من الناس عدلوا عن عبادة خالقهم. أيها المخلوق الضعيف أيها المخلوق الفقير اعرف قدر نفسك وأنك راجع إلى الله. فمن بلغت عظمته ما بلغت كيف تقوى الأرواح والأبدان والعقول على مبارزة الواحد الديان. وينبعث لك هنا مقامات متعددة وهي أن العالم كله مهما بلغ كبرياؤه وتكبره وتجبره من تلك العوالم اليهودية والنصرانية والمجوسية والكافرة فإنها خاضعة أمام الفيروسات والأوبان. فكيف إذا جاءت النقمة فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصدا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان له ليظلمهم. الآية فإذا عرفت ربك وعرفت خالقك عرفت ضعف الخلق وجهل الخلق الذين تركوا خالقهم وتعلقوا به الموتى والمقبورين الضعفاء لا قدرة لهم ولا استجابة لا يسمعون ولا يجيبون ولا ينفعون ولا يضرون. عرفت قدر هذا الخلق الجاهل بربه لعدل إلى تراب أو تميمة أو قبر أو مقبور فدعا غير الله فدعا الميت وترك الحي ودعا الفقير وترك الغني ودعا العاجز وترك القادر ودعا السميع من لا يسمع ولا يبصر وترك السميع البصير. فتتجلى لك مقامات التوحيد فتخضع بين الله ساجدا وراكعا عارفا عظمة ربه. وإذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم ربه في صلاته وتأمل هدي الأنبياء في صلاتهم وعبادتهم وخشوعهم لأنهم عرفوا الله حق معرفته. فمن عرف ربه كانت له الخشية إنما يخشى الله من عباد العلماء. فلنبرى جميعا من الحول والقوة ولننتقل عن ما فوق التراب وما تحت التراب ولننتقل إلى رب الأرباب. ولتكن عندنا عقيدة أن الأوباء والأسقام والأوجاع والأعداء شياطين الجن والإنس بيد الله ما هي إلا دعوة أن يكفيك الله شرهم وأذاهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومضات مختصرة أسأل المولى جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه وأن يرزقنا التوبة الصادقة التوبة النصوح. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدانا إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك الشاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطيعين إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واصل حوبتنا واجب دعوتنا ثبت حجتنا واهد قلوبنا سدد ألسنتنا في سخائم قلوبنا. اللهم انصر كتابك سنة نبيك
عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك باليهود والنصارى وجنودهم وأتباعهم وشيعهم وحلفاء من الجن والإنس. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنجين. اللهم عليك بالمتآمرين على جوها وعلى برها وعلى بحرها وعلى علمائها وعلى دعاتها. اللهم اقطع دابرهم واكسر شوكتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم قل بين قلوبهم أدير دائرة عليهم. اللهم اجعل باسهم بينهم. اللهم اجعل باسهم بينهم. اللهم فل حدهم وحديدهم وفرق قضهم وقضيضهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه. اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والحمد لله رب العالمين.